وللحديث أكثر عن التهجير القسري في العراق والمتمثل أخيرا في تهجير 91 أسرة من قرية العيفة شمال محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك شيخ يحيى. أجلت القوات الحكومية في العراق 91 عائلة من قرية العيفة كما تعلم، إذا كان الدستور الحالي في العراق أو في أي دولة في العالم لا يبيح للجيش تهجير الأهالي، فبماذا تصف ما فعله الجيش في قرية العيفة؟ أخي الكريم، هذا الجيش لو كان جيشا وطنيا لما قام بهذه الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان والتي تنتهك حرمات هذه العوائل ويمتهن كرامتها، وإلا على أي أساس أن يتم إجلاء هذه العوائل من مساكنهم وأراضيهم الزراعية بسبب خلاف ما بين هذا الوزير مع شخص آخر أو مع عائلة في هذه القرية؟ ولكن هذا دليل أن لا وجود لدستور في هذا البلاد، ولا وجود لقضاء عادل يمكن أن ينصف الناس، ولا وجود لدولة يمكن لها أجهزتها الأمنية وجيشها الوطني الذي يحمي هذه العوائل. الجيش واجبه أن يحمي هؤلاء الناس ويرفض أي إجراء قسري بحقهم في كل دول العالم، ولكن هذا الجيش الذي بني على أساس ميليشياوي وعلى أساس محاصصة حزبية جاءت مع الاحتلال، هذا هي إفرازات الاحتلال وما أنتجه من هذه القوات التي تعمل لمصالح أشخاص ولمصالح وزراء ولمصالح أحزاب وكتل سياسية أبعد ما تكون عن ارتباطها بالعراق وبالشعب وبهذه التربة. نعم، يعني تهجير هذه العائلات هل فعلا يرجع إلى موضوع الخلاف العائلي مع وزير في حكومة الكاظمي، أم أن الأمر أكثر من ذلك وأبعد من ذلك، ربما يصل إلى مخطط للتغيير الديموغرافي في هذه المنطقة؟ أخي الكريم، هذا ما أعلم بأن هناك خلاف، ولكن يستغل هذا الخلاف من أجل تحقيق هذا المخطط المنهج منذ عام 2003 بتهجير عوائل من مكون بعينه وهو العرب السنة من مناطقهم سواء حول بغداد أو في جرف الصخر أو في مناطق في صلاح الدين. نعم، يستغل هذا لتنفيذ الأجهزة المفروضة من خارج الحدود ولصالح جهات حزبية وميليشياوية قادمة من خارج الحدود من أجل فرض هذا الأمر الواقع على أبناء شعبنا في محافظاتهم ومدنهم. نعم، يعني ما حدث في قرية العيفة يحيلنا ربما إلى عدد من الوقائع المشابهة كتهجير الأهالي في الطارمية وجرف الصخر والموصل. يعني السؤال هنا، لماذا يتم استهداف مناطق بعينها؟ الاستهداف أخي يجري من أجل إحداث عملية تغيير ديموغرافي ومن أجل بناء بؤر خاصة بجهات ميليشياوية معينة لها مخططها الإقليمي المسيطر على كل مفاصل الدولة العراقية والسيطرة على الأرض العراقية في المحافظات الأخرى من أجل بقاء خطوط الإمداد متواصلة بين هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والمرتبطة بمخطط إقليمي، ويهدد الأمن سواء الإقليمي أو العالمي. لذلك هذه المناطق عندما يتم تهجير أهلها الأصليين وتسليمها إلى أناس غرباء سواء من خارج العراق أو سواء من مناطق معينة تدين بالولاء لجهة من خارج الحدود، هذا كله لتثبيت مخطط شيطاني يهدف إلى تمزيق وحدة العراق الوطنية وتمزيق نسيجه الوطني. نعم، بما أن التهجير يعني يأتي من جهة حكومية لربما كان منوطا بها حماية هؤلاء العائلات وأيضا من ميليشيات يعني تسعى لتهجير هؤلاء، السؤال هنا يعني ماذا بقي لهذه العائلات؟ ما هو الباب الذي لربما يمكنهم طرقه الآن يعني للشكاية ولربما لتحصيل حقوقها؟ أخي الكريم، الحكومة هي نتاج مشروع الاحتلال ومشروع الفساد الكبير وترتبط بأجندة خارجية
وهي ليس نابعة من أي حالة ديمقراطية جرت في العراق، لأن ما جرى من انتخابات هي انتخابات مزورة وكاذبة، لن يشارك فيها سوى 15% من أبناء الشعب العراقي، وأفرزت هذه الوجوه وهذه الأحزاب الفاسدة التي تسعى لتنفيذ هذا المخطط. لذلك فإن حالة عدم الاستقرار في البلاد ستستمر، لأن هذه العوائل وغيرها ممن طردوا وحرموا من مصادر أرزاقهم وأراضيهم ومساكنهم سوف لن يسكتوا على هذه التهجير القسري وهذا الإبعاد عن مناطقهم. لذلك هذه الحكومة لن تعمل يوما أبدا من أجل فرض حالة الاستقرار ومن أجل حماية المواطن في مدينته أو قريته، وإنما تسعى لتنفيذ مخططات خارجية تجعل من العراق ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات ولكل الخيارات، ولكن مع الأسف لم يأمن فيها المواطن العراقي على نفسه وماله وعائلته. نعم، إذن أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.